عالميا تسببت الإصابة بفيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 134 ألف شخص حول العالم وأكثر من ثلثيهما في قارة أوروبا، فيما بلغ عدد المصابين حول العالم 2,088,000 ألف حالة إصابة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة أكثر من 500 ألف شخص. وفي السياق، أخذت الإصابات في روسيا طريقها إلى التصاعد مقارنة بالأسابيع السابقة، وسجلت السلطات الروسية إصابة 3,448 حالة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 28 ألف حالة إصابة. تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات بشأن تخليق معامل مدينة ووهان لفيروس كورونا، ما تسبب في إصابة أكثر من 2,000,000 شخص حول العالم بهذا الوباء. المزيد في سياق هذا التقرير.